سوريا لقول لك الناس او 90% من الناس املها بالدكتور بشار، عندها امل فيه. من اول ما ابتديت بالتلفزيون سنة 60 كنت انتقد اخطاء السلطة، فبالتالي انا المعارض الاول في هذا الموضوع وما زلت. نحن ما انتقدنا السلطة، انتقدنا أخطاء السلطة، انتقدنا الفاسدين مثلا. أنا ضد الفوضى مع النظام، بس أما بالنسبة للسلطة أنا كتير بنتقد السلطة وبنتقد أخطاء السلطويين وإلى آخره. قلت لهم أنا موقفي طبعا إلى جانب المقاومة وأنا صديق لهذه المقاومة. نحن ما بنستعمل السيد حسن نصر الله، منقول السيد، معروف مين السيد لأنه السيد الوحيد. أنا مش سياسي ولا بحب السياسي أصلا. أمريكا ومن معها في المنطقة هم اللي اعتدوا على اليمن. نعم. السعودية ومن معها عم تذبح باليمن هذا الذبح. كنت بحب أقول لهم إنه كتير ضروري الصبر، يعني لو انطفت الكهرباء كم ساعة عنا، لو وقفنا بالدور حتى نأخذ أمينة غاز، نحن مجبورين نعاني، مجبورين نتحمل هذه المعاناة لحتى تتحرر أمنا سوريا. بالفن ما في توريث، بالسياسة في توريث، يعني منشوف والله زعيم ورت ابنه ورت ابن اخته ورت الى اخره. انا ومن بقي معي مذكورين في القران الكريم، التين والزيتون وطور سنين، نحن التين والزيتون المغروسين في رحم بلدنا سوريا. لما حمانا من كل السلطات وكنا حريصين انه هو يحضر الافتتاح لاي مسرحيه مشان ناخذ الحمايه منه من بعض المزاودين. بتحسيه هالزلمة جارك، بتحسيه أخوكي، بتشوفيه بكل المواقع، بالمعامل، بالمصانع، بالجمعيات الخيرية.